انا 5 سنين تركبه من صغري وانا تركب على 5 سنين من صغري وانا تركب على 5 سنين وبلي علمني وماما واخوتي وخويا احمد. نشكر السي حزين وسي حفيظ وتنشكر الناس الميراجان وتنشكر امي وبا واخوتي وهذاك الوليدات اللي كيقراو معاك كتقول لهم كنلعب يشوفوك كنعلم لهم مره مره تنعلم لهم كل مره مره تنعلم لهم تنعلم لهم تروبي داك تبريده بسم الله وعمرايا المكحل شاد المكحل خي شاد شاد كحل حفظ الله بان. انا بركات مش معه هذا الابن ديالي عمران بركات. عمران بركات تركب على 3 سنين ونص بدا تركب فوق العود، 4 سنين و6 شهور بدا تيجري، 5 سنين ولا تمكن واحد 70% ولا مقدم، مقدم ديالنا بمدينة مراكش. يعني تنوص ركوب الخيل وصى عليه الله وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي عنده شي ولد مأدب يكرمه ويشري ليه العود، ولا عنده قبيح يشري ليه العود راه غادي يتأدب. والله يفيق له شباب هذه الهوايه هذه. وتنشكركم على الزياره. لا تيضرب البارود حتى هو دابا تيضرب البارود على 7 سنين ونص. كيفاش كتحسوا غادي هو في جنبك؟ ايوا هي كي قال الله عز وجل زينا للناس هذيك الزينه الاولاد وزينه الخيل. بالفعل كاين انا وخوه، خوه تنديرو الوسط، خوه تيرد ليه البال من هاد الجهه وانا ترد ليه البال من هاد الجهه، وراه ما كاينش شي حلاوه ومعك ولادك وراك فوق الخيل. يا سلام يا سلام، الله يفيق بها الخشبه هاد الحلاوه هادي، الله يجزيك بخير.